وللمتابعه ينضم الينا عبر الهاتف سياده النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل. سياده النائب، بيان الحكومه الجديده يمثل الى حد كبير ترجمه لتكليفات القياده السياسيه في المرحله القادمه، كيف تابعت هذا البيان؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. الحقيقه بيان الحكومه النهارده احنا سعدنا بيه جدا، وشعرنا بمصداقيه غير طبيعيه من السيد رئيس الوزراء من اجل المواطن المصري ومن اجل يحقق الاهداف والطموحات للمواطن المصري والخروج من الازمات اللي احنا فعلا موجودين فيها، وخاصه الازمات الاقتصاديه. ومهم جدا النقطه اللي قالها سياده الرئيس رئيس الوزراء في الحوار الوطني ومخرجاته والتعاون مع الحوار الوطني، كمان نقطه مهمه جدا نتكلم فيها عن الامن القومي المصري في ظل التحديات، والكلمة الجميلة قوي اللي أسلجت صدورنا وصفه للحرب الغير طبيعية من إسرائيل على فلسطين. فالحقيقة بيان السيد رئيس الوزراء النهاردة كان بيان متميز جدا، شعرنا منه أن فعلا هيبقى في الأيام الجاية على وجه السرعة، مش هتبقى مؤجلة، حاجات هيشعر بها المواطن، ودي طموحاتنا وأملنا في حكومة مصر العظيمة. لماذا يعني رأيت أنها ستتم على وجه السرعة؟ يعني أكيد بيان الحكومة الجديدة يعبر عن التزام واضح من أعضائها بتحقيق طموحات الشعب المصري، التخفيف عنه، هذا الالتزام بالتأكيد المواطن ينتظر، ماذا يشعر به؟ المواطن لابد أن يشعر في فترة قريبة جدا، وإحنا شفنا النهاردة بيان السيد رئيس الوزراء اهتمامه بالجزئية اللي تخص المواطن، الارتقاء بمستواه، الرفاهية للمواطن، تحقيق طموحاته، كل الكلام ده كله حق للمواطن وحق عليه على الحكومة ان هو ان الحكومة تحقق له طموحاته. الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والانتاج وزيادة الانتاج وحل المشاكل ده اللي هينعكس على المواطن وهيشعر بيه في فترة قريبة جدا. يهم المواطن ان هو يشعر بيه انه قادر على انه يشتري حاجته اللي تلزمه، قادر على انه يحقق التعليم والصحه اللي يحتاج لها، كل الامور دي كلها المواطن عايز يشعر بان الحكومه جنبه بتحقق له الكلام ده، بتوفر له. ونقطه مهمه جدا ان احنا عرفنا من سياده رئيس الوزراء ان مشكله مثلا الكهرباء هتخلص في الشهر ده، كل دي حاجات بتنعكس على المواطن بالراحه وبالسعاده، وبيشعر ان الحكومه بتحقق له طموحاته. الامن والامان نقطه مهمه جدا نتكلم فيها، ودي كلنا لابد من اننا نحيي القوات المسلحه والشرطه المصريه فيها، لان لولا الامن والامان ما فيش حاجه هتتحقق ابدا. فاستمرار الامن والامان والامن القومي المصري مهم جدا، التعامل مع الاعلام والصوره الحقيقيه للانجازات الحكومه والتعامل مع الاعلام الصادق اللي حضراتكم منه ده شيء كويس جدا، عشان المواطن يبقى عنده متابعه مستمره لكل الانجازات وكل ما بيحدث على أرض الواقع. يبدو أن الحكومة أيضا تريد أو يعني هي حريصة على هذا التواصل، ويعني ما يثبت ذلك إعلان رئيس مجلس الوزراء من قبل أن هناك مؤتمر صحفي سيتم أسبوعيا للتواصل مع المواطنين وعرض يعني ملفات الحكومة على الرأي العام، كيف ترى هذه الخطوة؟ خطوة ممتازة جدا، وحاجة كنا مستنيينها وبنحتاجها، لان لو المعلومات ما وصلتلناش اول باول كمواطنين هندي فرصه للاخر ان يبتدي يتكلم، وبعض الناس تستمع. الاعلام المصري اعلام متميز، اعلام صادق، نقل الحقيقه من السيد رئيس الوزراء للاعلام عشان ينقلها عبر القنوات الى المواطن، ده شيء كويس قوي، هيخلي المواطن دايما جنب الحكومه. والمواطن المصري بصفه عامه كده مواطن جدع وابن بلده وبيحب بلده، فبالتالي لما توصل له المعلومه الحقيقيه هيبقى واقف وقفه جامده جدا جنب الحكومه وجنب قيادته السياسيه وجنب وطنه اللي هو بيحبه. خطوه متميزه الحقيقه بنشكره عليها، وفي نفس الوقت بنبقى عايزين من السيد رئيس الوزراء يبقى عامل لنا جدول زمني لكل الخطوات، يعني الموضوع الفلاني هيخلص خلال قد كده، الموضوع الفلاني هيخلص، وخاصه الامور الخاصه بالصناعه والزراعه. نعم. ممتاز جدا ان هو يتكلم يا فندم عن مع الاعلام، ممتاز جدا انه ينقل الحقيقه للمواطن، الحقيقه ايا كانت ايه، لان احنا جنب الحكومه وجنب القياده السياسيه وجنب وطننا نفسه، فبالتالي المعلومه اللي هتبقى موجوده عند الشباب وعند الناس كلنا هنبقى جنب الحكومه تحت اي ظروف، واحنا بنتمنى من الفتره اللي جايه انها تحقق لنا الراحه وتحقق للمواطن المصري اللي يستحقه، لان المواطن المصري محب البلد ومؤيد لحكومته.
أشكرك جزيلا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.